يا صباح الجمال، عايز اقول لكم ان النهارده الجو حر بطريقه غريبه. امبارح كان في ساقعه وكان في برد، واحنا كنا حاسين ان احنا خلاص احنا هنطلع الهدوم الشتوي ونلبسها، بس مش مشكله، احنا هنستحمل الحر وهنستحمل الحاجات دي كلها في سبيل ان احنا نفرح زوجاتنا ويبقى الابتسامه على وشهم. انا عايز اقول لكم النهارده انا بعمل حاجه حلوه قوي، في فكره كده مطرحها شويه حبيت ان انا اعملها. كنت متفق انا ونهال ان احنا عاوزين نجيب هديه بسيطه كده، حاجه بنقول بيها الالاء، بما ان هي لسه بقى عروسه ولسه متجوزه الحاجات دي كلها، فاحنا عايزين نقدم لها هديه تبقى هديه حلوه هيكون ليها معنى، مش مهم قيمتها ولا اي حاجه. كنا عايزين نقول لها الحمد لله على سلامتك معانا، مبسوطين ان انت بقيتي معانا، مبسوطين ان محمد اخويا بقى مبسوط، وانت كمان يا رب تكوني مبسوطه معانا والحياه الجميله دي كلها تكمل بيكم. فالنهارده انا بعمل الموضوع ده، ولكن انا في حاجه صغيره كده ما كانش ينفع ان هي تفوتني، وقلت انا هعملها، بس هعملها بطريقه مختلفه شويه، ان انا كمان هقدم هديه لنهال، بس طبعا هيبقى فيها يعني سربرايز شويه، فيها عنصر المفاجاه، هي ما تعرفش كل الكلام ده، كل اللي هي عندها علم بيه ان احنا هنقدم هديه لالاء بس بمناسبه الجواز والحاجات دي كلها. حلو كده واتفقنا. المفروض ان هي اصلا دلوقتي انا عايز اقول لكم ان انا خلعت منها، يعني طلعت خبرة السنين كلها في ان انا ما اخدهاش معايا، طبعا عشان انا بجهز لها لمفاجأة ما ينفعش تيجي معايا. هي عمالة بتقول لي طب انت ازاي هنجيب لها هدية والكلام ده كله، لازم ابقى انا معاك عشان ابقى مختارها، ما ينفعش ان انا ابقى بقدم لها هدية وانا ما جبتلهاش او ما كنتش فيها وانا بجيبها. المهم انا خلعت منها بالطريقة يعني، فانا دلوقتي هروح عشان اجيب الهدية بتاعت الاء وبتاعت نهال، بس نهال ما تعرفش ان هي ليها هدية، فان شاء الله الاثنين يفرحوا والاثنين يبقوا مبسوطين. احنا بنعمل حاجة كده ايه يعني برضه نفرحهم. انا بالنسبة لي مراتي انا ما اقدرش ان انا اتكلم عنها علشان شهادتي فيها هتبقى مجروحة، ربنا يخليها لي، أنا بحبها جدا، أنا لو عاد بيا الزمن مليون مرة أنا مش هختار غيرها، مريحاني وبسطاني ومخلياني قد الدنيا دي كلها ومش محتاج لأي حاجة ولا لأي حد، فربنا يخليها لي، أنا بحبها جدا، ولما بشوفها مبسوطة أنا بتبقى الفرحة مش سايعاني. وكمان لازم نفرحها علشان لما هي هتبقى مبسوطة وهتبقى فرحانة هتفرح محمد، ولما محمد يبقى فرحان هيفرحها، وهيبقوا الاتنين بيفرحوا في بعض، وإحنا في الآخر مبسوطين إن إحنا شايفينهم صاعدة. فأنا حاسس إن أنا يعني رغيت سيكة، بس مش مشكلة، خلينا دلوقتي نتوكل على الله نشوفها عايزة أجيب لها حاجة ذهب كده تكون بسيطة مش بقيمتها ولكن بمعناها ان احنا بنقول لها احنا مبسوطين ان انت معانا. فطبعا انت لو الموضوع ده عجبك، لو حسيت ان هو ليه معنى، حسيت ان هو ليه رساله، استفدت منه باي حاجه، يا ريت تحط لنا لايك للفيديو ده عشان نعرف قد ايه عجبهم الفيديو ده. لو ما عجبكش يا ريت تكتب لنا كومنت وتقول لنا هو ما عجبكش في ايه، ولو في حاجه برضو انت حابب تقول عنها في كومنت حاجه ايجابيه يا ريت برضو تعرفنا، احنا عايزين نعرف كل ارائكم في الفيديو ده. والف مليون مبروك لمحمد اخويا والالاء مراته، ويا رب يعيشوا في حياه سعيده وهنا ومفيش اي حاجه في الدنيا دي تزعل لهم، علشان لو هم زعلوا احنا اكيد هنبقى زعلانين جدا، وان شاء الله من ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه. كتير عمال بيستغرب يعني انت ايه الشكل اللي انت فيه ده، انت هتروح تقدم هديه لحد وانت بالمنظر ده؟ لا طبعا انا رايح دلوقتي عند الحلاق علشان هيظبط لي اللوك بتاعي. يعني انا بعد الفرح ما كنتش بخرج من البيت شويه بسبب ان انا كان في ارهاق وكان في تعب والكلام ده كله، فانا رايح دلوقتي الحلاق عشان يظبطني الحاجات دي كلها، نعمل استشوار، نظبط الدقن، الجناب، الحاجات دي كلها، ايه يعني ابقى عريس، ابقى عريس عشان احنا طول الوقت عرسان الحمد لله، وبعد كده نروح لهم البيت. انا مش قادر اوصل لكم قد ايه النهارده الجو حر جدا والجو صعب قوي. بصوا العرق عامل ازاي، يعني انا فعلا الجو صعب قوي، انا شعري بايظ. عايز اقول لكم ان انا بقالي شويه كده ما بخرجش من البيت، بقالي كام يوم من بعد الفرح بسبب التعب، وانا كان جالي تعب كده شويه وكنت بعلق محاليل وحاجات زي كده، فالحمد لله يعني ربنا عافاني اللهم لك الحمد. فانا هروح بقى للحلاق عشان خاطر يظبط لي اللوك بتاعي كده، يظبط لي دقني، الجناب، الحاجات دي كلها، وبس. وبعد كده نروح بقى ايه نقدم الهديه والحاجات دي كلها. جاهزين؟ لو انتوا مش جاهزين اجهزوا علشان خاطر الفيديو ان شاء الله هيبقى حلو قوي وهيعجبكم جدا. عايز اقول لكم ان انا خلاص وصلت، والمهمه الحمد لله تمت بنجاح، خلاص انا حلقت وظبطت نفسي وكل حاجه. عايز اوريكم بقى حاجه حلوه، انا جهزت الهدايا، طبعا دي بتاعت نهال، عايز مثلا اخبيها هنا كده على جنب، ودي بتاعت العروسه بتاعت الاء، بسم الله ما شاء الله، دي كده بتاعت الاء اهي، هناخد دي معانا هنا كده عشان اكيد نهال هتبقى عايزه تتفرج عليها. نسيب بتاعت نهال مستخبيه لحد ما نوصل هناك ان شاء الله، وانا في الخمسه كده اخدها معايا وبعد كده افاجئها بقى واشوف رد فعلها. ادخل عشان انا عايز اغير هدومي وبعد كده نروح لهم بقى البيت. ايه الحلاوه وايه الشياكه دي؟ ايه رايك؟ الله اكبر، لا شين شياكه. لا انا زعلانه منك. ليه؟ كده عشان انت رحت من غير ما تاخدني، فيها ايه يعني لو كنت خدتني معايا؟ طب ايه المشكله؟ مش عارف اتنين ذوقنا يعني واحد. انا اروح اديلها هديه وانا مش عارفه ايه اصلا. لا ما هو بص احنا الاثنين ذوقنا واحد، وبعدين انا كنت عند الحلاق، هتقعدي فين وانا عند الحلاق؟ بس انت عارف ان انا عايزه اجيب
لا لا هدية حلوة هتخليني اضطر. طب وانا وانت ايه؟ ما احنا الاثنين واحد. ما انا جيت. لا ما انا كنت عايزة اللي اختارها. طب ما انا اختارتها. طب ايه رأيك انا هفرجك دلوقتي ولو وحشة نروح نغيرها. ايه رأيك؟ انا بثق في ذوقك انت، اكيد ذوقك حلوة اوي. طب خدي كده افتحي بس قولي لي رأيك بصراحة ماشي من غير اي كلام. جامدة جميلة هتعجبها اوي والله. حلوة. انا عايزة اجيب لها حاجة ذهب كده شيك اوي برضه. انا بتقرا افكاري. ايه رأيك؟ افكاري يعني حلوة بجد. انا كنت عايزة اروح اجيب لها سلسلة، اجيب لها حاجة ذهب حلوة كده شيك جميلة تحفة عجبتني. عقبال ما اجيب لك. اتمنى بيها يا رب. عقبال ما اجيب لك يا حبيبتي انت كمان. انت حبيبي ما تحرمش منك، ربنا يسعدهم يا رب وتتهنى بيها ويجعل ايامهم فرح وسعادة دايما يا رب، ويجيبوا لنا بيبيهات صغننين وتوأم عشان محمد نفسه في توأم. ان شاء الله يا رب احنا وهم. ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. يلا نتحرك عشان هم مستنينا. يلا بسرعة عشان اديها. طب حط طب حطي بالشنطه. بس ايه هتشوف الفيديو؟ ما هي هتشوف الفيديو. لا لا عادي عادي. مش انت بتعملي كل حاجه وانت مبسوطه وبتعمليها بحب؟ بالظبط. خلاص طبعا خلاص هي مبسوطه. خلاص اللي... يا لولو ليكي هديه عندي لوحدي بقى، يعني انا اللي هجيب لك هديه لوحدي. الشنطه دي خدي. يلا انا هجيب لها هديه عشان انت خممها اصلا. طب يلا قدامي. لا لو كنت رحت كنت جبت لها حاجه ثانيه وغرمتك ثاني. مش طب وايه يعني تهادوا تحبوا صح؟ تعلمتها من مين؟ من ابوكي. ايه يعني ليك يا بنتي يا لولو هديه عندي تاني. انت تهديها تاني وهي تهديكي مش مشكله يا ابني دي اختي. طول ما انتوا بتحبوا بعض وانتوا الاثنين بتكملوا بعض خلاص. هي عليا سابت بيت اهلها وجت هنا وانا سبت بيت اهلي وجينا هنا، فاحنا خلاص احنا اخوات مالناش غير بعض. رحنا ولا جينا هي بعيده عن اهلها وانا بعيد عن اهلي، فاحنا مالناش غير بعض. طب وانا رحت فين؟ ايوه ما دي حاجه تانية بتكلم بنتها يا اختي، يعني احنا مالناش غير بعض اخوات، فاحنا بنحب بعض جدا يعني ما تحاولش. طب يلا بينا اطلع منها يا اسطى. يلا بينا. ايه سوز يا معلم عامل ايه؟ الحمد لله. خد بقى بانك ان انت موجود تصورنا يا معلم. محمد وآلاء متجهزين؟ كله اندر كنترول يا محمد. يحيى علمني الحركه دي مش عارفه ليه بقيت اعملها كتير. يا محمد يا حوارات يا اللي هنا يا لولو نفتح من هنا ونقول ان احنا ندخل من الشباك. محمد يا حوارات يا محمد محمد هو انت بتستقبلنا من الشباك؟ يعني الضيوف بيدخلك من الشباك؟ احنا دخلنا من الشباك التاني من هناك. اه ايه عريس؟ لا 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 ايه عريس؟ هما العصابه الجداد بيعاملوا ضيوفهم كده. هي لقيتي والله هي لقيتي. تعالى من الشباك تعالى النهار فتره ما بيتقلبش. ازيك يا عباس؟ الحمد لله منورين الدنيا. الناس اللي مستشفيات. ازيك يا عروس؟ اهلا 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 اديشا عامل اديشا. انت اللي جابك هنا عامل ايه يا برنس؟ حطوا لك فوز وكاش وبسكوت وحاجات ولع فيا من ساعتنا. ولع فيا. تشرب دي؟ اشرب اي حاجه من دي. ايه ده؟ مين اللي جاب دي؟ خدي نهاد. انت؟ لا خالص. اصلا تشربي دي يا نهاد؟ لا هاتلي بيبسي. انا عايز اقول لكم ان الايام دي بالنسبه للعرسان بتبقى حلوه قوي، بتبقى كلها هدايا، حتى انا داخل بهدايا برضه. احلى ايام اقسم بالله. اتفضلي يا نهال. دي حاجه بسيطه جايبينها. زي ما هي عمل. يحيى عمل ايه؟ لا بالله عليك. يحيى عمل ايه؟ يحيى ده عمل كل خير. والله ايه اللي حصل؟ بلاها يا زلمه. بتفرج على بنتي. يا لهوي. انا بتفرج على السويد. دي نفس المقلب اللي هعرفها ايه؟ جابت تعبان. برضه؟ تعبان؟ الواد ده مجنون. انا عايز اقول لكم حاجه. بس 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 انا عايز بصراحه ومصداقيه وبامانه. يا لهوي. جميلة انا عايز اقول لك ان انا راح جابها. انا جبتها لوحدي ما عرفتش اخد نهال معايا واتخانقت معايا بسبب الموضوع ده، بس انا عشان كنت عند الحلاق فانا ما عرفتش اخدها. حلوه قوي. ايه رايك؟ جميله طبعا. لو مش عاجباك نغيرها معاك الصلاحيه. انا عارف بس بس برضه يا لهوي الحق. ايه ده جايب لك بمبرز؟ لا وبرونه. ايه ده؟ حلوه 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 فالحلو. حلوه قوي قوي قوي. انا عاجبني قوي الجنزير ده. جنزير السلسله. طيب انا لو سمحت انا عايز اقول حاجه وتسمعوني بقى. لو سمحت تسمعوني. انا من الصبح انا خرجت علشان انا كنت بجهز المفاجاه دي عشان بنهادي الاء، ولكن انا كنت اقدر عادي جدا. حبوش يا حسن.
من بقك بقى يا حسن. عقبال يا رب ما نجيب، عقبال ما نجيب لي بناتك يا رب. فالمهم الكلام اللي انا بقوله ده رايح لنهال دلوقتي بقى. انا كنت اقدر عادي جدا ان انا اخدها معايا وانا رايح اشتري، كنت ممكن عادي نروح نشتري الحاجه. ايوه ما وبعد كده طلعت من ورايا وفضلت ادور عليها لقيتك. فالمهم انا كان ممكن ان انا اشتري الحاجه واخدها اروحها البيت وبعد كده اروح اعمل اللي انا عايزه بقى لوحدي وبراحتي عادي. ولكن انا ما خدتهاش معايا علشان انا كنت برضه بعمل لها مفاجاه ليها هي كمان. اوبا اوبا تشجيع يا جماعه، حد بيشجع معايا ليه؟ انا مشجع لوحدي يا ولا كمان. الشنطه دي نهال شافتها واحنا في البيت قبل ما نيجي على طول، وما كانش فيها غير هديه الاء. ما كانش فيها غير كان الشنطه دي كانت فاضيه انا مطلعاها بايدي. بيها ايه وريني؟ ايوه انا حطيتها في، وانت ساحر ولا انا حطيتها في الاستخبص اللي هو ازاي يعني ما تبقى معزنده. طب نديلهم ساحه، نديلهم ساحه ايه كمان. فالمهم كان في حاجه هنا يا خبر بفلوس كمان دي هيبقى ببلاش. فالمهم في حاجه هنا انا اشتريتها النهارده، قلت فرصه بما ان انا بجيب حاجه كده بسيطه للالاء للعروسه، فانا هل برضو عروسه لسه. وكان في حاجه تشجيع معلم شجع معايا ليه؟ تشجيع فالمهم كان في حاجه كده هي شافتها قبل كده واحنا بنتمشى وكنا خارجين بنتفسح عادي وعجبتها قوي بس ما جبناش، فانا جبتها دلوقتي. مش عارف هل هي هتكون فاكره ولا مش فاكره، بس ان شاء الله هتعجبها يعني. صرف ومكلم، انا عايز اشوفها من الاول. استنى عادلها، استنى استنى معايا، عايز اشوف. لا لا استنى، انت فاكره اصلا؟ انا مش فاكره حاجه، انا ذاكرها عندي بعرفها. ايه رايك؟ ايه رايك؟ اقفل ايه ولا لا؟ اتفرج الاول بعد ايه؟ بعد ما كلكم شفتوها جميله قوي. ليه يعني؟ انت بتعلمني الادب يعني. غمض عينيك، غمض عينيك، غمض عينيك. رومانسي يعجبك قوي قوي قوي. الله يكون في مقلب زي اللي عملته معايا. انا مخرج ايه من جوه؟ لا لا ما خافش، انا بقى فيك بتاخوه عادي. ممكن نعم والتعبان اللي عملته اوفي بقى هنا. نفس المقلب اللي اتعمل فيكي بالتعبان اتعمل فيها، عملوا لي مقلب كمان بالهامستر. يا نهار اسود. لا بس ما تخافيش، غمضي عينيكي. اسمه عملوا فيا مقلب بالفار. بالفار؟ ايوه الفار الجربان ده. غمضي عينيكي بقى، ده الهامستر. الهامستر المفروض يكون في سكة اكتر من كده. انا يا لاوي يا صراحه شياكه شياكه. فاكره ده كنا شفناه فين؟ ايوه كنا شايفينه قبل كده انا وانت. لا جامد لسه فاكر. ده ده جامد قوي. لا تشجيع، ده طعم كامل تشجيع. تشجيع ما حدش بيشجع معايا ليه؟ تشجيع. شكله خطير خطير. الف مبروك ويا رب اعيش العمر كله كده واجيب لي. هم عملوا كده هو ايه ده؟ ما يبقاش نفسك في اي حاجه خالص. انت فاكر ده؟ اه طبعا. انا عمري ما انسى حاجه انت شفتيها كده او نفسك راحت. والله حصلت ده يا عذر. اتعلي لازم تعمل. لا لا على فكره ليه ذكرى جميله. مش لاقي وقت اروح تعالى اجيب. بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى. طبعا نشكر حسن ونشكر نهال، مش بالهدايا على فكره. طب والله يعني عايز اقول لكم ان هم عملوا كتير من غير هدايا، يعني مش بالهدايا خالص. ده كفايه انت افتكرتني. دي حاجه بسيطه، يا ريت كنت اقدر اعمل اكتر من كده. دي حاجه بس ايه بنقول لك بيها مبروك ان انت عايشه معانا، واحنا بنحبك جدا وكنا مستنيين اليوم اللي تيجي تعيشي معانا فيه. آه ويا رب العمر كله مع بعض يا رب. لا لا السوله المره اللي جايه بقى تجيب لها. فين السلسله اللي جايبها لك اخر مره؟ ايوه بس ده لسه جايب لي دي اصلا. والله لسه جايبها، ده ما كملتش كتير. السلسله دي بقى انا كنت زعلانه منه. المهم خلاص بقى استنى احكي. خلاص بقى. فاكر اليوم اللي كنا بنفطر فيه عند محمود في رمضان؟ اه اليوم ده انا كنت زعلانه منه ومتخسره. اليوم اللي سبته يروح يفطر لوحده وانا ما رضيتش اروح معاه. اه ايوه ايوه يا ابني. لا اليوم ده جه خدني بقى وجاب لي دي عشان انا كان نفسي في دي وجه زعلاني. وانا اللي كنت مزعلاه. انا بقى حاجه لاحظتها وفرقت معايا كتير قوي 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 قوي. انا الحمد لله انا بحب مراتي جدا، ما اقدرش اوصف الحب ده. فاللي انا عايز اقوله ايه بقى، ان في حاجات كده لما انا بعملها انا بلاقي مقابل رهيب. انا بقدم واحد بلاقي 10. فدي حاجه انا اتعلمتها بعد الجواز وخدت بالي منها. انا بتعلم منهم الرومانسيه على فكره. لا ده ده محمد ده استاذ. قول يلا قول. انت الكبير بيعرف يقول يعني.
بس فده كان الفيديو بتاعنا. احنا حبينا نقول لهم مبروك بطريقتنا، وانتوا كمان قولوا لهم مبروك بطريقتكم. شوفوا انتوا عايزين تقولوا لهم مبروك ازاي، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. وزي ما قلت لكم كل واحد يقول رايه. عجبتك؟ جميله والله، حلوه اقسم بالله. انا مختار لوحدي والله، مختار لوحدي. كنت خايف هيبقى ذوقي وحش. اكتر حاجه خطفتني فيها البتاع اللي اسمه ايه، الجنزير. ما انا بقول جنزير، قالت لي جنزير. ما هي كامله اسمها سلسله، لكن ده لوحده سلسله كده. انت عارفه كان في حاجه كانت عاجباني قوي قوي وكنت هجيبها لي، بس عليها اسم الله فما رضيتش اجيبها. ليه بقى؟ قلت هتيجي كل ما تدخل الحمام. ايوه فعلا، كنت لابسه حاجه كده وكان حرام. ما ينفعش. لو عجبك الفكره ممكن نغير القلب ده ونجيب الشكل التاني اللي بقول لك عليه، بس تخلي بالك ما تقربيش من الحمام. ايه رايك؟ عيال كام؟ عيال كام؟ واحد وعشرين طبعا. بس لازم اعمل لكم فكاهه في المكان. المهم مبسوطه جدا. عايز حاجه اشربها؟ هو ايه؟ تعالى اشرب بيبسي. عايز حاجه اشربها بس. لا صحيح، انا ممكن اشرب حاجه. لا كون شوكولاته من دي حلوه. تحت خالص. ما هي بتقول لك تحت خالص. تحت خالص. هي حافظه. ما من حلاوتها خلصت. يا سيدي لما شالك. لا بس هي طعمها حلو اصلا. هاتي واحده ليا ودي واحده لمصطفى. الله. اكلت من دي يا مصطفى؟ اه يا حبيبي. جميلة. لا جميلة بجد. تسلم ايدي اللي جاي. فيا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ونشوفكم على خير. ومع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. لا باي باي. باي. خروجة كده صح الصح. يلا هنوقع عليه. يلا وهخليكم في وسط البحر. لا بس انت خد مراتك وهجيب سنارة واجيب لكم سمك بايديا. انت خد مراتك واخرج. اليومين دول بتوعكم لوحدكم، بعد كده نبقى مع بعض بقى. على فكره احنا زينا من القعده لوحدنا. احنا عايزين بقى بس لوحدنا. على حاجه انت محترم، عارف ليه؟ ليه؟ عشان توقعت حاجه وانت شايلها. ايه رايك؟ هو بعد مش محترم، هو بعد ما بيعملش كده. اكيد محمد بيوقع الحاجه وما بيشيلهاش. لا لا والله بشيلها والله. لا حسن هي قصدها لحد تاني.